بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الإنجليزية نستأنف مع ما كنا قد رأيناه فيما سبق. The verb to be. تكلمنا عن the verb to be. The verb to be. The verb être. إذن طبعا كما تلاحظوا بأن the verb être في اللغة الفرنسية أنه تتغير مع كل ضمير. خاصة في البخيزو مثلا نقول je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. تنشوفوا بان مع كل ضمير هاد لو فيرب اتر تيتغير لو تيرمينيزون تيتغير لو فيرب اتر كله تيتغير ماشي غير لو تيرمينيزون بحدو يعني ان الشكل ديال الفعل ككل تيتغير ماشي غير النهايه ديالو في الاخر ديالو في اللغه الانجليزيه كما تلاحظوا بان دي فيرب تو بي تنشوفوا فيه ديك ار هي اللي موجوده مع اي تلقاو ام ثم تلقاو از مع هي شي ات إذا من غير هاد الجوج مع الضمائر الأخرى تلقاو آر إذا الصرف كما تلاحظوا بأنه سهل إذا the verb to be I am, you are, it is, she is, he is, we are, you are, they are they are صافي هذا هو الصرف ديالو يعني سهل إذا الآن غنشوفوا the verb to be في جمل On a cette première image Qu'est-ce qu'on a? There is a man This is a man This is a man This is a man This is a man. ما معناها؟ كما نقول هذا هو رجل واحد. طبعا is هذا the verb to be. هذا لو فيرب اتر. هذيك تتمثل لنا واحد. C'est un homme. يعني انه رجل واحد. This is a man. هذا رجل. This is a man. This is a man. انه رجل او هذا رجل. عندما نقول هذا رجل واش هذا الرجل معروف؟ لا. اذا ما معروفش. C'est un homme. إنه رجل. يعني رجل. علاش؟ لأننا ما عرفناش. كما تنشوفون عندنا a man. This is a man. إذا هذه كلمة a man. هنا كلمة رجل غير معرفة. نقول this is a man. C'est un homme. C'est un homme. فهمتي؟ ما قلناش مثلا c'est l'homme. إنه الرجل. يعني هنا تيكون معرف. يعني أنه من المفروض أننا نكون نعرفوه. هنا طبعا تنقولوا this is a man يعني c'est un homme المقصود انه رجل وكفى انه غير معروف بالضبط ثم عندنا pour la deuxième image qu'est-ce qu'on a this is a woman this is a woman this is a woman this is a woman c'est une femme c'est une femme اذا نقول this is a woman c'est une femme هذه مرأة واحدة إنها امرأة. إنها امرأة. إنها امرأة. عندما نقول إنها امرأة، راه ضمنيا هي امرأة واحدة وغير معرفة. This is a woman. إذن هذه امرأة أو إنها امرأة. This is a woman. This is a woman. إنها امرأة. This يعني المقصود بها هذه. This. This is a woman. كما تلاحظوا بأن this كما تلاحظوا بأن this تتعني سو وتتعني ست. كما نلاحظ بأن this تعني سه وتعني ست إذن كما تلاحظوا بأن تستعمل للمذكر وللمؤنث إذن نقول this is a man this is a woman 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 هذا رجل هذه امرأة إذن هاد this تستعمل للمذكر المفرد وللمؤنث المفرد. Après on a This is a man. That is a man. That is a man. حالة نقوله هذاك راه رجل. هذاك راه رجل. ولا إنه رجل. إنه رجل. That is a man. That is a man. That is a man. إذن عندنا هنا That is a man. That is a man. ذلك رجل. كما لو نقول ذلك رجل. That is a man. ثم عندنا That is a woman. A woman. A woman. That is a woman. That is a woman. تلك امرأة. كما لو نقول. إذن That is a man. C'est un homme. That is a woman. C'est une femme. إذن كما تلاحظوا عندما نقول That is a man. That is a woman تنستعملوا هاد ذات يعني المقصود بها c'est un homme c'est une femme كما رأينا مع this كما رأيناها
تستعمل للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث. إذن كما تلاحظوا بأنها this تعني سه وتعني set، تجمع المذكر والمؤنث. لكن الفرق بينها وبين ذات، لكن هذه تتعبر على القرب. هناك كلمة أخرى مثلها حتى هي تعني السه وتعني الست، لكنها تعبر عن البعد، اللي هي ذات. ذات is a man، ذات is a woman. واش فهمتوا ولا؟ إذا عندنا this is a man، إذا نتكلم عن هذا رجل لكنه قريب. This is a woman، هذه امرأة لكنها قريبة. هناك أيضا that is a man، إذا هذا رجل لكنه بعيد، لكنه بعيد شيئا ما. ثم عندنا that is a woman، هذه مرأة لكنها بعيدة، لكنها بعيدة بعض الشيء. الآن غنجمعوا بين ما رأيناه الآن مع ما رأيناه فيما سبق. This man is her، this man is her. إذا شنو المقصود بها؟ هذا رجل لكنه قريب. ستوم إلا، ستوم إلا، يعني هذا الرجل هنا. ستوم إلا، هذا الرجل هنا. This man is here، this man is here، هذا الرجل هنا. This man is here، هذا الرجل هنا. فهمت الجملة؟ ما تبقاش ترجمي، عاودي غير الجملة ورسخها في راسك كما هي. This man is here، 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 this man is here. ثم عندنا that man is there، that man is there، that man is there. ذلك الرجل، ذلك الرجل بعيد، ذلك الرجل هو هناك. that man is there، that man is there. ستوم إلابا، ستوم إلابا. this man is there، that man is there، that man is there. ذلك الرجل هو هناك. That man is there. That man is there. That man is there. هي هذيك. That man is there. That man is there. إذن ذلك الرجل هو هناك. L'image suivante, qu'est-ce qu'on a? This woman is here. This woman is here. This woman is here. This woman is here. ما معناها؟ شنو المقصود بها؟ هذه المرأة هنا، هذه المرأة هنا، هذه المرأة، ولكن بشرط أن هذه المرأة قريبة. This تستعمل للمفرد المذكر والمفرد المؤنث، ولكن يكون قريب. إذا نقول This woman is here، هذه المرأة هنا. ثم أبخي كسكونا That woman is there، That woman is there، That woman is there، That woman، عودة، That woman is there، That woman، that woman is there. 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 This woman is here. This woman is here. هذه المرأة هنا. That woman is there. That woman is there. That woman is there. Après qu'est-ce qu'on a? This is a table. This is a table. This is a table. This is a table. إذا ما معناها؟ هذا شيء هنا. هذه طاولة أو هذه مائدة. C'est une table. C'est une table. Table هي الطاولة. Table. تنقولوا طابل. طابل نفسها كما في اللغة الفرنسية، لكنها تنطق بشكل مختلف. إذا C'est une table. C'est une table. إذا في اللغة الإنجليزية نقول This is a table. إنها طاولة. C'est une table. C'est une table. This is a table. إذا نقول ماذا؟ This table is here. This table is here. ما معناها؟ This table is here. هذه الطاولة هنا. Set table إلا. Set table إلا. Set table إلا. This table is here. This table. إذا نقول This table is here. This table is here. This table is here. Set table AEC. Set table AEC. هذه الطاولة هنا. هذه الطاولة هنا. إذن أولا This is a table. هذه طاولة. This table is here. هذه الطاولة هنا. This is a table. This table is here. This is a table.
This table is here. هذه طاولة. هذه الطاولة هنا. إذا استنادا لما رأيناه فيما سبق، ياك تكلمنا على هي شي إيت. إيت قلنا بأنها تستعمل لغير العاقل. شي حاجة اللي ماشي عاقلة، ماشي بنادم. إذا هنا تنتكلموا على This is a table. This is a table. هذه طاولة. إذا هل يمكن أن نقول She is here؟ هل يمكن أن نقول مثلا She is here؟ هي هنا. طاولة؟ آه. لا ممكنش ليه. طاولة غير عاقلة. لأن الطاولة غير عاقلة. ماذا سنستعمل؟ It. It. إذا نقول مثلا This is a table. It is here. It is here. ولكن إذا يمكن لي نستعمل راحة العاقل. بعض المرات ماشي ديما، غير هي الطاولة ممكنش نستعملوا لها شي أو هي. طبعا الإنسان ممكن أحيانا نستعمل إيت، نقول إيتس مي، إنه أنا، أو نقول وازيت يو هو تولد مي دي جوك، سي توا كيما راكونتي لا بلاك. إسكو سي توا كيما راكونتي لا بلاك؟ هل أنت الذي حكيت لي المزحة؟ وازيت يو، استعملنا إيت. واش أنت هو؟ هل أنت الذي؟ إذا كمل نقول بأن هاد إيت هي هاد الذي. Was it you who told me? Who told me the joke? هل أنت الذي قلت لي المزحة؟ عندنا the verb to be. هذه was. راه the verb to be. هذه was. The verb to be. C'est le verb être. ولكن في الماضي. هذا غنشوفه من بعد. هل أنت الذي؟ واش أنت اللي كنتي؟ كما نقول. Was it. Was it. في الأصل نقول it was. يعني أنه كان. فهمتي؟ It was يعني أنه كان. Was it you? واش انت اللي كنتي؟ كما نقول who told me، الذي قال لي. اذا عندنا told، the verb to tell. To tell يعني فعل قال. To tell يعني فعل قال. C'est le verbe dire. اذا حتى هو هنا في الماضي. اذا was it you؟ اذا فهاد العبارة ككل لتتهمنا هاد it. واش انت هو؟ اذا هو عندنا هنا هي هاد it. اذا ممكن ان it احيانا تعني العاقل، فهمتي؟ اذا عندنا هنا this is a table، هذه طاوله. This table is here، هذه الطاوله هنا. اذا c'est une table. Set table et ici. This is a table، هذه طاوله. C'est une table. او نقول this table is here. This table is here، هذه الطاوله هنا. Set table est là ou bien cette table اي سي، هذه الطاولة هنا. باش ما نعاودوش this table جمرات، نقول this is a table، ثم نقول this table is here. نعوضها بإيت، نقول this is a table، ثم نقول it is here. It is here. إنها هنا. This is a table. It is here. This is a table. It is here. هذه طاولة. إنها هنا. This is a table. It is here. هذه طاولة، إنها هنا. بعدها نقول ماذا؟ That is a table. That is a table. تلك طاولة. تلك هي طاولة. That is a table. تلك هي طاولة. ثم that table is there. That is a table. That is a table. That is a table. كما لو نقول c'est une table، هي طاولة، إنها طاولة. ولكن في اللغة الإنجليزية، وهذا هو الفرق، أن this تعني القريب، that تعني البعيد شيئا ما. إذا نقول that is a table، تلك هي طاولة. إذا نقول that table is there، that table is there، تلك الطاولة هي هناك. إذا طبعا سنعوضها بإيت. مادام أن هاد table معودة جمرات، ستكون ثقيلة إذا قلنا that is a table، that table is there. فهمت ولا؟ إذن كما نلاحظ هنا عندنا that is a table، ثم عندنا that table is there. إذن كما نلاحظ بأن العبارتين فيها إعادة لكلمة table. كما نلاحظ عندنا that is a table، ثم عندنا that table is there. تلك هي طاولة، تلك الطاولة هناك. إذن كما نلاحظ بأن هناك إعادة لكلمة that table. That table. إذن شنو غنديرو هنا؟ طبعا كلمة that table سنعوضها بإيت. كلمة table و that table سنعوضها بإيت. إذا نقول ماذا؟ That is a table. It is there. That is a table. It is there. تلك طاولة،
إنها هناك. إذا نستعمل هاد إيت لغير العاقل للدلالة على the table حتى نتفادى التكرار. نفس الشيء كما رأينا قبلا, this is a table, this table is here, this is a table, this table is here. هذه طاولة, هذه الطاولة هنا. إذا نقول this is a table, it is here, this is a table, it is here. هذه طاولة, إنها هنا. نستأنف في الفقرات القادمة, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.